في القرآن الكريم يوسف أيها الصديق أفتنا في 9 بقرات سمان يأكلنهن 7 عجاف مشكلة غويصة مع جمهوريات ورؤساء الموز اللي حدانا اش هادشي كنسمع وراه 7 بقرات ماشي 9 يا قيسوس والمشكلة انه تقرا من الورقة من الفوق وحنا عارفين ان التصريحات هادو ديال الرؤساء تيكونوا مكتوبين من عند المستشارين الكبار في الرئاسة التونسي واش داروا هاد الخطأ الكبير ولا هي محاولة لضرب قيسوس والمصالح ديالو المهم مع جمهورية الموز اللي حدانا مش حتقدر تغمض عين اهلا وسهلا بالمهبطين الكرام واولا ارخيلينوس حلقه اليوم غنشوفوا فيها كيفاش الجزائر العظمى تمكنت من التغلب والفوز على الحرائق وسبقات كل من ايطاليا واليونان وكاع الدول اللي في البحر الابيض المتوسط سبقاتهم غنشوفوا كيفاش ان الجزائر عند الحد ان عبد المجيد كدبون هو الرئيس ديالها وغنشوفوا ايضا شنقريحوس الرابع والكثير من المفاجات نشوب العديد من الحرائق مست مساحات معتبرة من الغابات ما استدعى تعبئة وسائل وإمكانيات جد معتبرة تفاضل إن الأضرار والخسائر المعتبرة التي وحتى أنت يا وزير الداخلية صراحة وبكل بطاطا وحتى أنت وزير معتبر فيما طلقت فيديو ديالو كنسمعوك يقول حرائق معتبرة كارثة معتبرة تدخل معتبر كل شيء عنده معتبر في الدولة المعتبرة الجزائر المشكلة حتى هو بحال قيسوس تقرا من الورقة وفر عليهم راسهم بهذا المعتبر يعني اللي كتبوا لي هذه اللغه الركيكه حتى هما معتبرين المدنيه واقحام اكثر من 530 شاحنه لا سيما فيما يخص اقحام الارتال المتحركه للحمايه المدنيه والوزير المعتبر في البيان ديالكم ديال اول البارح كتبتوا الطائرات المقحامه واليوم خدام عليهم اقحام 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 تمالكم عندكم هذه اللغه معوجه هكا اقحام كتعني انك كتدخل شي حاجه بزز منها ولا كتدفعها ولا كتزيدها واش هاد الناس ولا هاد الطائرات ولا هاد الشاحنات ولا ارتال متنقله ما بغاوش يشاركوا نتوما تقحموهم بالقوه دابا نتوما الجزائر دوله معتبره ومقحمه ولا كيفاش وتعيا تحاول تصفي نيتك مع هاد ولاد الشحيبر والله ما يخليو اذا من جديد سي عفراء المندوب الوطني للكوارث الكبرى سي عفراء اون بيرسون هو المندوب الوطني للكوارث الكبرى والله حتى انت وزير معتبر ومقحم جدا كيفاش مندوب الكوارث واش كيتكلم باسم الكوارث معاكم ولا بغيتي تقول المندوب المكلف بالتسيير ولا التنظيم ديال شي حاجه لمجابهه الكوارث مثلا ومعتبر هذه عندك مندوب الكوارث سي عفراء اون بيرسون كيتكلم معاكم وكيناقش معاكم فعلا دوله مقحمه جدا ومعتبره جدا طائرات الإخماد كان لها دور يغلب ويكسر لغة الأرقام التي أرى شدكم الفار ديال حاتم المرابط ما تحشموش باقين كتكذبوا على الطائره الروسيه المسكينه المهم هذه الصوره ما كايناش في الجزائر بل صورت قبل سنتين في تركيا وبالمناسبه الطائره راه طاحت وتدمرات وهي كتحاول تطفي النيران في تركيا اللي كانت كريهه من عند روسيا من هذاك النهار ما كايناش شي دوله في العالم باقا كتكريها الطائرات الروسيه ديال الاطفاء لانها طاحت بسبب عطل تقني عبيط جدا جراروة كيفاش ممكن تقنعوني انكم تتحدثون عن استعمال طائرة روسية كبيرة والقنوات ديالكم والاعلام ديالكم كيسرق الصور القديمة من تركيا وكيروج على انها في الجزائر اما كاين غير كذب كذب حمود اقتنتها القوات الجوية الجزائرية من اجل المساهمة في اخماد النيران هذه الطائرة التي تحمل ازيد من 12 الف لتر مكونة من طاقم من قيادة القوات الجوية الجزائرية تعمل بالتنسيق مع مراكز الاتصال التابعة للحماية المدنية ضحكني المعلق سمى الطائرة الروسية كنادر وبالمناسبة حتى كذبون في ذاك المعرض فاش كنت يسول الطائرة
كان تيسول على طائره الكنادير عند الامريكي تيديروا بحال هذاك اللي كيمشي عند مول الحانوت يقول لي اعطيني دانون جيرفي. الكنادير الاغبياء راه ماركه فقط ماركه كنديه، وهذه راه طائره روسيه سميتها بي 200 ولا بي 2000. كاين دابا اللي غايقول لي ياك كنت يا حاتم كتقول لنا الجزائر ما شراتش الطائره الروسيه، وهما تيبينوها في الفيديو باقي ومازال متشبت بالكلام ديالي، لان اخر تصريح ديال وزير الداخليه براسو اكد ان الطائره الروسيه اللي كانوا بغاو يشريوها ما واجداش حيت اوكرانيا توقفات على صنع المحركات ديال هاد الطائره. اللي شتو اللي كيبينوها غير في الارض فقط، كيبينوها غير في المطار الا لاحظتوا، راه كرات الجزائر العام الفايت استراليا على كراتها الجزائر ما شراتهاش. المهم كراوها العام الفايت، وحصريا في هذه القناه غنقول لكم القصه ديال هاد الطائره. العام الفايت كانوا كراوها باش يطفيو الحرائق، وكانت عمرات الماء بالبحر، وصوروها فيديو ونشروها على نطاق واسع في الجزائر. دارت طلعه واحده رجعات ما بقاتش باغا تطير وخسرات لهم. اوكرانيا ما بقاش كتقدم قطع الغيار الى روسيا من شحال هذه، فحرفيا هاد الطائره حصلت في الجزائر لان روسيا اولا ما يمكنش يصلحوها، ما عندهمش قطع الغيار الاوكرانيه، ثانيا ما يمكنش يرجعوها لانها ما كطيرش. داكشي علاش كيبينوها مديماريه غير فقط في المطار. ونتحدى اي واحد يعطيني ولو فيديو واحد ديالها طايره كطفي العافيه. وباش تاكدوا في بدايه النيران في الجزائر ما كانوش يهضروا عليها وما كانوش كيبينوها، كانوا كيبينوا غير صيلات الوضوء والطويوير. حتى بدينا كنفضحوهم، والبارح في البيان عاد بداو كيصوروها في المطار زعما راه عندنا. وباش تزيدوا تعرفوا انهم تيكذبوا، واش هذا النوع من الطائرات الكبيره اللي كتهز اكثر من 12000 لتر واش غادي يعمروها بتيو صغير ديال شاحنات الاطفاء؟ راه خاصها شي 20 يوم باش تعمر. تيسالي معايا و تضحكوني فاش يقولوا تغلبنا على الحرائق. برافو، واش نتوما كتعمروا الطويوير حتى هي بتيو صغير ديال الماء وباغين تقنعونا انكم نجحتوا في محاصره النيران؟ واش النيران وصلت حتى للبحر على خاطره وانتم كتقولنا نجحتوا؟ نتكلموا معاكم علميا، هاد النوع من الطويويرات تيعمر ما بين 100 حتى 200 لتر من المياه. باش تعمرها خاصك واحد المده من الزمن معين، وما يمكنش تعمرها بالماء مجهد، لان هذاك البريسيون ولا هذاك الجهد ديال الماء غيقدر يدير لك ضغط داخل خزان الطائره، الامر اللي يقدر يشكل خطوره عليها، يعني كيعمروها بشويه عليهم. اصلا هاد الطويويره غير كتطلع وكتتف عليكم، وزيدينا بتعمارها بتيو وطفينا بكري العافيه. هاد الطويويره في العالم ممكن يديروها لاطفاء الحرائق الا كانت شي حاجه صغيره، شي حريق صغير، شي حريق في شي فيلا، شي حريق في شي بلاصه مركزه. الاستعمال الرئيسي علاش صنعوها هو رش المبيدات في المزارع الكبرى. هانتوما فيديو اخر كيأكد الكلام ديالي، الطائرة الروسية اللي كراوها العام الفايت ما كطيرش وباقا حاصلة فيهم، وكون كانت كطير كونوا متأكدين انهم غيصوروها كطير وغيفرعوا لينا راسنا بها. هما صوروها غير دايرة بروميير حركات الروايد، ومن بعد ويبينوا لهم ستيلات الهضم. اصلا الوزير المعتبر وزير الداخلية كان قال ليهم كاينة 6 طائرات بسعة 12000 لتر، ساعة يمكن مازال ما قحموهمش كاملين. ايه على دولة الشاحنات بكل الاحجام ورابط 11 بس 12 طائره، يعني زين هذيك اللي اول مره نستعملوا الطائره الكبيره في البرياف، يعني كل وسائل استعملناها. شنو هو 11 ولا 12 طائره؟ ولكن ما كتمركش والوزير معتبر، هذه راه كذبه معتبره وتبارك الله عليك راك قحمت يا مزيان هذه الكذبه هذه. واش دابا انت ما متاكدش واش هما 11 ولا 12 طائره؟ واش وزير الداخليه تعطي ارقام هكا ملاوطه؟ وزير الداخليه تكذب على العالم، العالم بأسره شاف الفيديوهات ديالكم الفشل الذريع ديال إطفاء الحرائق، وشاف غياب كامل لطائرات الإطفاء الكبيرة، وكاينه غير واحد الطويويره ولا جوج اللي كيدور، وشي 6 ستيلات لودو ديال الجيش الخشبي. كيفاش رديتيهم انت 12 ولا 11 ياك ما حسبتي الطائرات الورقيه؟ حتى ارقام الكذبه ما ضبطوش. وصير على انني نبين الفشل ديالهم باش عرفوا انهم راه ضعاف بزاف، وهادشي في كل المجالات ما في يديهمش غير البلابلا. وهاد الفشل اللي كتشوفوا مثلا في اطفاء الحرائق حتى عسكريا في اول معركه اليوم غيكتشفوا انهم ما عندهم والو
ويبداو يبكي ويشكي وفينا هو الجيش فينا هو الدبابات فينا هما الصواريخ. اصلا يا الوزير المعتبر اول استعمال للطائره الروسيه الكبيره اللي كريتو العام الفايت كان العام الفايت ماشي هذا العام، هذا العام نحلف عليها ما طارتش ما تحركتش من المطار. وكي تحكم الحديد بيدك يعني من غير ممكن انك تعمل في ذلك الظروف. فاحنا من هذا المنظر نتاسف ونعتذر لكل مواطنينا عبر التراب الوطني على بعض الخلل الذي وقع في الشبكة الكهربائية، لكن أؤكد لكم أن شركتكم سونيلغاز عندها المؤهلات البشرية الكفاءات العليا التي استطعنا من خلالها. ترى عندكم النبغ وانت براسك تقول في الأول ديال المقطع أن التقنيين ديالكم ما يقدروش يشدوا الحديد بيديهم، على هي القوة الهاربة التقنيين ديال الكهرباء ديالكم ما كيديرش اللي قالت. وهادشي شفنا حتى عند رجال الحماية الجزائرية ما عندهمش لا قفازات لا ماسك ديال التنفس لا والو، عندهم غير البلادير والفصادير والأغلبية ديالهم كانوا مغطين وجههم بالحوايج باش ما يتخنقوش. جراوة رجعت على كلامي فاش كنت نقول لكم القادم أسود والقادم أسوأ. مواجهة غليان شعبي متصاعد واحتجاجات يومية بكبرى المدن المغرب. A few moments later. مواجهة غليان شعبي متصاعد واحتجاجات يومية بكبرى المدن المغرب. هذه ملاحظات أحد المهبطين معنا، راني كنقرأ التعاليق ديالكم كاملة. الإعلام الجزائري يبث في الصيف فيديوهات قديمة ديال السنوات الماضية وكيبانوا فيها مغاربة متظاهرين لدعم فلسطين لابسين لباس ديال البرد والشتا. والجراروة واش نتوما فاشلين في كل شيء؟ فاشلين عسكريا اعلاميا مدنيا، حتى التعليقات ديالكم في القناه كتفشلوا فيها وما كتقدروش تحطوا اغلبيه التعليقات ديالكم. اش هاد الضعف والفشل عايشين فيه؟ بغيتوا تكذبوا على شعبكم؟ حنا ما عندناش غرام د المشكل، مزيان تكذبوا عليهم وتخليهم عايشين في هذيك العنجهيه ديالهم، ولكن كذبوا بمنطق. حنا راه في المغرب راه حدا الجزائر، راه حتى حنا عندنا المود الصاد، حتى حنا عندنا الحراره، احنا عندنا السخانه كيف ما كتقولوا. كيفاش كتبينوا لهم المغاربه وكتقولوا لهم هاد المظاهره كانت البارح ودايرين التظاهره ولابسين اللباس ديال البرد ومخنشين مزيان بحال كاين ثلج وتبرور؟ اصلا ما فهمتش كيفاش الناس كتحرق في الجزائر وهما مقابلين المغرب بالكذب. ولينا الجراروه الى عندكم اعلام معتبر ومقحم جدا. السيد رئيس الجمهورية لما قرر أنه ينشأ هذا المستشفى كان قرار الذي أفادنا كثيرا، خاصة وأننا الآن أصبحنا في أريحية للتكفل بالمرضى وبصورة عادية، خاصة أن مرضى من هذا النوع اللي كانوا موجودين الآن اللي تكفلنا بهم سواء كانوا تحت مرست أو بجاية أو بيرة أو بومرداس أو سكيهدا، هؤلاء المرضى سابقا أقل خطورة كان يتم إرسالهم إلى الخارج. داكشي علاش الجراروة بغينا ان كدبون يربح العهده الثانيه. شوفوا الكفاءه ديال كدبون كيدير، شوفوا الاستباقيه في اتخاذ القرارات عند كدبون كيديرها. افتح ليكم ودش ليكم مستشفى قد الدنيا، مستشفى الزرالده للحروق الكبرى، واخا هو مستشفى قديم وعاود فتحو شنو ماشي مشكل، المهم الاستباقيه في اتخاذ القرارات المهمه جدا. يعني هو تنبأ انه غيكونوا الحرائق ما مشاش شرا الطياره، ولكن مشى وجد لكم الادويه ووجد لكم مستشفى على قدو. يعني هو عارف ان الحرائق غادا تجي وعارف ان الحرائق غتبقى كل عام، ودار لكم مستشفى كبير باش ما يبقاوش يرسلوكم الدواء للخارج عند تونس. دابا يا وزير الصحه يا مول ايبولا، واش انت في كامل قواك العقليه؟ واش بغيتي كذبوني يجري عليك حتى انت وحنا مازال ما ولفناكش؟ واش حنا عاد لقيناك وانت باغي تمشي بالزربه؟ كذبون امام الشينوا قال لهم الجزائر قطب طبي في المتوسط وفي افريقيا، وانت كتقول باللسان ديالك كوزير الصحه ديال الجزائر انكم تتعالجوا غير العام الفايت وقبل في تونس في الخارج. المهم وزير ايبولا دبر راسك، انا حضرتك حنا مازال بغينا نولفوك شويه وانت باغي تهرب. الزرار صراحه ما عندكم ما ديروا بطائرات الاطفاء ولا الكنادير ولا شي حاجه، اللهم البريكس وفلسطين والدول الافريقيه ياخذوا الفلوس ديالكم وانتم معليش. ها هو دار لكم مستشفى كبير ديال الحروق الكبرى. الفقي وفي كلمه له داخل البرلمان اضاف ان العمليه تمت بمساعده عناصر من الجيش الجزائري الذين شاركوا في جهود الاطفاء متمنا مساهمته تلك. وزير الداخليه التونسي نوه في السياق ان الحرائق الاخيره لم تسفر عن خسائر في الارواح والله حتى اعلام معتبر في الجزائر واعرين في تبرديع من نفسهم شي واحد. من قبل قال لك دايرين دوره تكوينيه في حمايه الحرائق
للدول العربية والإفريقية، يعني الجزائر كتشارك التجربة ديالها الفاشلة. دابا قال لك الحماية المدنية الجزائرية عاونت تونس في إطفاء الحرائق ديالها. المهم سمعتهم في الاخر انه في تونس ما كاينش ضحايا بشريه مثلا بحال الجزائر. دابا غير شرحوا لينا باش نفهموا، حنا معاكم ومساندينكم وكندعموكم، نتوما الشعب ديالكم تبكي من نقص الحمايه المدنيه وتشنا بالفيديوهات ما قالوا لنا حد، وتحرقوا ملايين الهكتارات وماتوا الناس بالمئات وبقات العافيه شاعله حتى طفات على خاطره. كيفاش في نفس الوقت لقيتوا الوقت ومشيتوا تعاونوا تونس ونجحتوا في اطفاء الحرائق ديال تونس بلا ما يموت شي واحد؟ صافي نادو اليوم نوضة صحيحة، بدأوا تيدوخوهم باش ينساو الفضيحة والشوهة العالمية التي تتكرر لرابع مرة على التوالي، 4 سنين وما تتحرقوا. المهم الجراروان تلاقاو في صيف آخر وفي حريق آخر، وبرافو أنكم اعتقتوا التوانسة ما مات فيهم تشي واحد، ولكن مع الأسف ما قدرتوش اعتقوا ولاد بلادكم اللي ماتوا فيهم المئات. أنا كنقول المئات وعربي أن هذا هو الرقم الحقيقي. راه كنسمع واحد في الفيديو تيقول ماتوا لي 16، واحد ماتوا لي 8، واحد ماتوا لي 14، 10 ديال الجنود. ملي كتحسبهم تيقول لكم 34 قاتل. زين معاهم. إن التعاون العسكري بين الجزائر وإيطاليا متميز نظرا لما تحقق من إنجازات، يتعين علينا تنويعها أكثر وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى بما يتوافق. جراوة شكون هو هذا الجنرال الشاب اللي باقي صغير واللي كنشوفوه اول مره؟ هذا الجنرال هذا بوشعيره. واش نتوما كتدخلوا الجنرالات الجيش ديالكم على 16 عام على 15 عام على 14 عام؟ راه باقي صغير، هذا راه باقي ما فاهم والو في الدنيا، باقي صغير ومسكين وباقي كيتفرج في سبيسو. حشوم عليكم، حرمتوه من الطفوله ديالو من اللعب ومن التفراج في الرسوم المتحركه، غصبتوه في شبابو مسكين. وباينه في هذا بوشعيره هذا مدهشر ما فاهم كاع علاش كيهضرش مقريحه، راه باقي صغير. كون غير خليته من هنا شي 10 سنين عاد جيبو جينيرال. اما شنقريحو الرابع وباقي تعطي الحصه اللغه العربيه وباقي كيشدد ولا يني بغا شي حاجه. شنقريحة عاوتاني دار هاد الوقفة ديال التلميذ أمام الأستاذ ديالو، بحال هداك اللي ما حافظش وكيشوف الأستاذ وخايف هو تعطيه النقطة في الدفتر وكيشوفو شنو كيكتب ليه. جراروة ما تقدرو تطفيو عافية، ومن الفوق دايرين هاد شنقريحة، واش بهاد شنقريحة بغيتو تخلعو الأعداء؟ شنقريحة غير كيشوف الفرنسيس ولا الطاليان كيدير الحجاب. المهم اليوم عرفنا أن شنقريحة ملعبش الصغرى، من غير أنه عزيز عليه المفرقعات وكيدير لهم دائما المناورات كل شوية، حتى انه دار مناورات فاش كانت الحرائق شعل. ها حنا اليوم اكتشفنا ان شنقريحوس الرابع عنده حتى القشاوش، كاميوت العسكر صغيور ديال البلاستيك، هيليكوبتر صغيور ديال البلاستيك، سوخوي صغيره ديال البلاستيك. وبان ليا كيف ما بان شحام واحد، بان ليا الكاسك ديال الموتور بيض، والله اعلم. من غير الا كانت سوخوي كتسوقوها بهاد الكاسك هذا اللي كيشبه الكاسك ديال الموتور ديال الشينو. تنتخيل انا غير شنقريحه ما عنده ما يدار، جالس في هذاك المكتب وجاب هذا الكاميو واحد الدبابه ديال البلاستيك وكيساطحهم تما تيلعب بهم. جرارو كنتمنى تكونوا فهمتوا علاش الدبلوماسيه المغربيه ما كديش عليكم، حيت باقي ما درتوش عقلكم وباقي ما شربتوش عقلكم بحال هذاك بوشعيره باقي صغيور. الخير راهو جاي، عندكم رئيس ما شاء الله ما يخمم الا على المواطن، راهو يعمل لتحسين وضعه ولترقيته وكل شيء. شوف انا نقول صراحه والله العظيم بكل موضوعيه وموش يعني من باب المجامله، والله عندنا حظ ان على راس هذا البلد كان واحد اسمه عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه اللي يخمم على المواطن، كمان ما يسمح لاحد ان يعني يخمم ويخدم من اجل المواطن. سدي التعليمات للجيش الوطني الشعبي انه يبدا اتصالات عند شركات اللي تبيع طائرات اطفاء. شكرا على المتابعه والدعم والتشجيع، كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.